لكن هناك تصريحات مهمة جدا من مستر مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي في ده كلام يا جماعة كلام مهم جدا في المؤتمر الصحفي اللي خلص من شوية بعد مباراة الأهلي اليوم. قال لك لست سعيدا بالصفقات إلى الآن، لست سعيدا بالصفقات إلى الآن. يا جماعة افتكروا الكلام اللي احنا قلناه الأسبوع اللي فات يوم الثلاث والناس طلعت هجمتنا، ده راجل مستر مارسيل كولر بعظمة لسانه بيقول نفس الكلام اللي احنا قلناه لحضراتكم يوم الثلاث اللي فات. سبحان الله بتتبع. ولا بد والله ولا بد من تدعيم الفريق بصورة أقوى من الحالية. لما قلت لحضراتكم في تخوف داخل النادي الأهلي من رحيل الراجل، فالراجل الكلام بتاعه ده مهم قوي. ولكن أنا لست مدير التعاقدات ولا مسؤول عن صفقات، وهذه مسؤولية الإدارة وهم بيبلغوني بالمستجدات، لكن الأمور حتى الآن ليست مثلما أريد. دي تصريحات مستر مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي من شوية، تمام؟ بيتكلم على أنه هو حتى هذه اللحظة غير راضي، وللأمانة عنده كل الحق، غير راضي على أداء الأهلي في الصفقات. يعني الأهلي لحد دلوقتي جايب مين؟ يوسف أيمن فقط، ويوسف أيمن ما كانش خيار رقم واحد عند كولر. بقول لحضراتكم معلومة، الراجل كان عايز زين الدين بالعيد، تمام؟ غير كده ولا صفقة خلصت. الأهلي في اتجاهه لحسم بعض الصفقات، لكن هو الراجل بيعلق. وجماعة بالمناسبة المدربين الأجانب دول يعني دغري في تصريحاتهم، فالكلام يتشابه جدا. واسمحوا لي النهارده ابتدي بالاستاذ محمود شوقي في الجزئيه دي تحديدا، لان يعني دي جزئيه ساخنه جدا. الكلام بيتشابه جدا مع الكلام اللي احنا اعتقد قلناه يوم الثلاثاء اللي فات يا استاذ محمود. سبحان الله يا امير، يعني كنت بتتكلم بعد الهجوم العنيف اللي حصل عن معلومات حقيقيه فيما يخص علاقه كولر بالاداره وفكره الصفقات. علاقه على فكره كولر باداره الاهلي علاقه ممتازه ممتازه، على مستويات كتيره جدا طبعا. وحتى احنا عندنا اخبار برضو النهارده تخص كولر والاداره وما الى ذلك. أوكي. لكن هنجلها. كان في خلاف في موضوع الصفقات، ده حقيقه وده مش عيب بالمناسبه. لا طبعا دي حاجه صحيه جدا، ولا يقلل من طرف على حساب اخر مثلا او حساب اخر. الراجل كان في بدايه الموسم او لما جم يتكلموا على المستقبل كان يرغب في ضم 8 صفقات جديده، ايوه، ثم تراجع عن العدد او نزل العدد. راجل عنده رغبة في تغيير كل الأجانب، والأيام أثبتت الكلام ده صح. كل الأجانب وبعد كده رجع قال رضا سليم أنا عايزه. كان ده حصل سبحان الله برضه نفس الأخبار اللي احنا قلناها. والراجل قاعد متابع ملف الصفقات لدرجة أنه بدأ يتصل بشكل مباشر ببعض المسؤولين في النادي بشكل مباشر. أيوة. كابتن محمود الخطيب ومس خالد مرتجي بشكل مباشر عشان يطمن على ملف الصفقات. تمام، دي معلومات مؤكده وبيثبتها الراجل في مؤتمر صحفي بالظبط. وكيله في حضوره الاخير اتكلم في موضوع الصفقات، ايوه، بشكل واضح جدا. هو الراجل كان موجود مش جاي كده وخلاص. يعني في لعيبه الراجل اختارها، وهنا على فكره انا مش بدافع عن اداره الاهلي. هو الراجل اختار بعض اللعيبه، لكن في حاجات برضو. اولا في لعيبه تم اختيارها ما ردوش يجوا مصر، اوكي، ما ردوش او المنطقه العربيه، ماشي. وفي لعيبة كان في مغالاة في أسعارهم، ماشي. وفي لعيبة أنديتهم كانت موافقة لكن رواتبهم السنوية كانت ضخمة جدا، اوكي، زي موليكا بالمناسبة. موليكا رايح السعودية بياخد 2.5 مليون دولار في الموسم، الأخدود تقريبا السعودي. الخلود ولا الأخدود، واحد منهم يعني، اوكي، اعتقد الخلود، اوكي. 2.5 مليون دولار في الموسم، ده خلاف 500,000 يورو اعارة، خلاف فكره خلاف النادي على راتبه هو النادي 500,000، فرقم ضخم جدا. ده مش دفاع عن اداره النادي الاهلي، لكن في مشكله في موضوع الصفقات. في مشكله. طب ده خلى الراجل يعمل ايه؟ خلى الراجل ان هو يبدا وكيله يتكلم ويعرض بعض خدماته، تمام، ويقول ان هو ممكن يساعد. ايوه، كان حاول يساعد في موضوع كيفن كارلوس. كنا قلنا الخبر ده، لان الراجل كان عنده خيار. الراجل ده الكيفن ده من اهم الناس اللي ممكن يجوا، لانه فرد بمواصفات مختلفه عن مستوى ابو علي كمان، صح. يعني ده حاجه وده حاجه. اتجهوا للموضوع الفلسطيني كبديل، ما كانش خيار اول. كل ده حصل والايام بتثبته بشكل واضح جدا. ف في قلق. والقول غير كده بيبقى ناقد نفسه، صح. هناك حالة قلق في موضوع الصفقات، وده ما يقللش لا من كولر ولا من إدارة الأهلي ولا يشكك في العلاقة المميزة ما بين الطرفين. كله في إطار الشغل يا جماعة، إزاي يتم التطوير بالظبط، ودي حاجة صحية جدا في النادي الأهلي يعني. وهنا نقطة مهمة، البعض ممكن يربط في ملف الصفقات
ويقول لك ايه اداره الاهلي فاشله. لا دي مش فاشله، دي مش اداره فاشله، دي الاداره المكونه الفرقه اللي ما شاء الله مكتسحه. اداره فاشله، اداره اكتسحت البطولات دي كلها وعامله الارقام القياسيه دي كلها. اداره مش فاشله، صح، دي اداره ناجحه. اذا كان هذا فشلا فاهلا بالفشل. طبعا صح، يعني صح. دي اداره ناجحه بكل المقاييس. لكن فيما يخص ملف الصفقات، الراجل بيتكلم في طلبات معينه. عنده مشكله في الاجانب، الاهلي كان عاوز يخلص بعض الصفقات، لكن بيصطدم بفكره برضه يا استاذ امير، هو ممكن يجيب مين ويأيده مكان مين؟ لدرجه انه انطرح فكره انه تو يطلع فري. ايوه، واداره الاهلي تحافظت على هذا الطرح بشكل كبير جدا، انه تو الحاصل على جائزه افضل لاعب في افريقيا قبل كده ما ينفعش يطلع فري بهذا الشكل. تمام، كل دي كواليس فيما يخص موضوع الصفقات، واكيد هنتطرق لبعض التفاصيل.